السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية، في موضوع حول الرفع العواصل ذكرناه في دروس سابقة. اليوم نتطرق إلى رفع العاصلة أثناء المنخفضات وتغيرات الجوية. هل نستطيع أن نقوم برفع العاصلة؟ وهل هذا يفيد النحل أكثر أم يؤثر على خلية النحل؟ يتحدث في هذه المحاضرة الأستاذ عبدو أسعد من سوريا حول هذا الموضوع وأنه مفيد جدا، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير إخوتي أعضاء ملتقى النحالين العرب. في معرض الحديث عن المنخفضات الجوية التي تحصل أثناء الانطلاقة الربيعية والحلول لهذه النقطة أو هذه المشكلة بالذات، نحن في عنا طريقة ديماري، هي طريقة قديمة معروفة للعالم الفرنسي، يمكن ديماري أوجدها مشان توسع النحل. فنحن فينا نستفيد من طرف من هذه الظاهرة أو من هذه التجربة تبع ديماري في حل هذه المشكلة في هذا الوقت من السنة على الشكل التالي. يعني أنا اتطرقت لطريقة ديماري مشان ما أحد يقولنا أنه هذه طريقة قديمة وأنت ما جبت شيء جديد. طبعا إحنا ما جبنا شيء جديد، ولكن إحنا عدلنا نقطة بسيطة على طريقة ديماري لنستفيد منها بحل مشكلة الرفع الخلية أثناء المنخفضات الجوية. طبعا هذه الطريقة أنا جربتها منذ عدة سنوات وأعطت نتائج ممتازة ومريحة في عملية التجييش وعملية التخلص من موضوع برودة الحضانة في هذه الفترة بالذات. الطريقة بسيطة وباختصار جدا، طريقة بسيطة جدا. يعني أنا هلأ عندي خلية طابع واحد مزدحمة تعبت، هالخلية فيها 8 إطارات حضنة مرتبة وفيها إطارين عسل وغبار طلع. أنا شو بساوي؟ أنا اللي بساويه بجيب عاسلة برتب بها العاسلة إطار عن اليمين، مثلا إطار عسل وحبوب غبار طلع، وبعد منه بحط الإطارات الحضن الممتازة كلياتها إن كانت مغلقة أو مفتوحة كلياتها. إذا في عندي إطار حضني مو كويس يعني جعلك أو في شيء بحطه، برجعه لبيت التربية بحطه رقم 2 وبنزل محله إطار أساس. يعني أنا حطيت إطارات الحضني الممتازة كلياتها جمعتها بالعاسلة وحطيت على طرفي العاسلة من الطرفين إطارات عسل وغبار طلع ثقيلة. منرجع لبيت التربية، بيت التربية منحط فيه الإطار رقم 1 مثلا إطار شمع منفوش أو مشغول، ومنحط بعد منه إذا عنا شي إطارات نزلناها من الطابق من العاسلة إطارات مو كويسة يعني منحطها، ومنحط بعد منها إطارين أساس، ومنرفع ومنرجع العاسلة لفوق بيت التربية. يعني نحن هون باختصار شو سوينا؟ بس حطينا إطارات بيت التربية حطيناها في عاسلة فوق، وحطينا الإطارات اللي ما بتعجبنا ببيت التربية. بإمكاننا ننزل إطارات حضنة مختومة لبيت التربية إذا رغبنا، يعني بنحط إطار رقم 2 إطارات حضنة محمصة على الطلوع أو إذا بدنا، وإذا بدنا ما بننزلها ما في عنا مشكلة. نحن هو شو سوينا؟ يعني
نحن هون اولا عنا صار فوق بيت تربية مؤلف من 8 اطارات حضني مرتبة. هذه الاطارات الحضني تكفي للدعم، تكفي 8 اطارات تكفي لدعم الخلية واستمرار التجيش، لان هون عنا في المتوسط عم يطلع عنا حوالي 20,000 نحلة كل 20 يوم، من 20 ل 24,000 نحلة كل يوم، يعني معدل يوميا عنا عم يطلع بالخلية 1,000 نحلة. هذا الرقم يكفي لدعم خلية تصل إلى 4 طوابق، يعني 8 إطارات حضنة تكفي لدعم جيش النحل والاستمرار بالتجيش وتوفر الفرق العمري بين النحل. وإذا حبينا نحن ننزل لبيت التربية إطارات فما في مشكلة. طيب نحن شو هون شو المحظور اللي خرجنا منه وشو الفائدة اللي حصلنا عليها؟ طبعا من المعروف انه التدفئة او الهواء الدافئ يصعد الى الاعلى، فهون انا عندي عاسلة مليئة بالاطارات ومليئة بالنحل، ويعني هي من الاساس عم تدفي حالها والحرارة عم تطلع لفوق ما عم تنزل لتحت، فهون عش الحضنة او الخلية عم تستمر. وبيت التربية هو عبارة عن متنفس ومصدر توسع ومصدر يعني مكان لتواجد النحل الفائض في الخلية اللي نحن عم نقوم بتجيشها. فالنحل اللي عم يوجد تحت هو على الأغلب هو النحل كبير السن ونحل سارح مو نحل حاضن. النحل الحاضن ظل قاعد فوق بالعاسلة جنب إطارات الحضنة، جنب إطارات الحضنة عم يقدم لها الخدمة والتدفئة لإطارات الحضنة. فهون احنا عنا عش التربية او بيت عش الحضنة صار موجود عنا بالعاسلة، وعم تستمر الخلية في التطور بالرغم من وجود الظروف الجوية الصعبة الموجودة خارج الخلية. وفي هيك حالة إذا نحن عم نستخدم الغذاية الداخلية ما في عنا مشكلة، وإذا عم نستخدم الغذاية الخارجية يفضل وضع يعني غطاء من النايلون أو القماش على سطح الغذاية مشان نخفف تسرب الهواء الساخن من الأعلى. هذا والله أعلم. أنا بالنسبة لهي الطريقة أنا استخدمتها منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات وكانت النتائج مريحة. يعني كان الشيء اللي أنا لفت انتباهي أنه عش الحضنة في الطابق الثاني يسير على قدم وساق، وكل شيء عندنا نحل زايد إحنا كنا نشوفه في بيت التربية. طبعا هذه الطريقة عبارة عن طريقة مؤقتة وليست دائمة، طريقة فقط في أثناء الانطلاقة الربيعية ونتخلص من موضوع رفع الطابق الثاني وتعرض الحضنة للبرد والموت. أما أثناء الموسم فهذا شيء خاطئ، لأنه بيت التربية في الحالة هي إذا هيك عملنا رفعنا الإطارات الحضنة لفوق ومفتوح مع البيت التربية بتحول بيت التربية إلى تجمع لإطارات الخبز النحل، فالنتائج هم في أثناء الموسم غير مرضية. إذا حبينا نحكي إلى ما بعد مرحلة الانطلاقة الربيعية وراحت احتمال المنخفضات، فبيت التربية صار بده إعادة هيكلة من أول وجديد حسب طريقة النحال اللي هو عم يشتغل عليها. فصار بإمكاننا هون بعد ما تخلص هاي المرحلة نرجع الحضنة لبيت التربية ونحط لها حاجز مليكات، وصارت الخلية عنا 20 إطار أو 18 إطار أو حتى 17، ما في عندك مشكلة، ما عاد عنا هاي الخطورة اللي كانت عنا في أثناء الانطلاق الربيعية. فهون نحن وصلنا لبر الأمان، وهون بقى بإمكاننا نحجز الملكة بالطابق الأرضي مع إطارات الحضنة ونستخدم العاسلات، أو كل نحال حسب ما هو بيرغب بيستخدم حاجز ملكات ولا ما بيستخدمه. نحن هلأ ما بدنا نفوت في هذا المجال لأنه هذا المجال شوي صعب ومعقد.